أم أرملة لثلاث بنات منى ورؤى ونور. وفاة زوج علي بداية صعبة جدا جدا جدا. كنت الأم الأبو الخال العم الخالة في نفس الوقت، لكن في نفس الوقت كانت صعبة علي. كيف ما تحملتش الصدمة، لأن سع بناتي صغار، صرت أفكر كيف بدي أربيهم، كيف بدي أصير، كيف بدي أعمل. قلت بدي أقوى عشان خاطر البنات، لأن هذه البنت نور عذبتني بعد ما أبوها توفى. كل يوم بدها أبوها، كل يوم بدها أبوها. طب وين إيش أعمل؟ من وين أجيب لها أبوها؟ أول حاجة فكرت في نور، قلت لازم ألحقها في مدرسة تابعة خاصة إلها. وديتها لمدرسة الحق في الحياة، سجلتها، صار لها ثالث سنة بتروح الحمد لله ممتازة البنت، وتعلمت يعني حاجات كتير وصارت تكتب الحين. ترسم على من؟ على رمل. انت اسحب. لما منى وصلت الثانوية العامة يعني صرت أنا اللي أدرس مش هي اللي تدرس. يعني تي تروح من المدرسة أقولها يا ماما يلا إحنا حياتنا العلم، تقعد على مكتبها. لما أشوفها سهت شوي وكسلت أدعمها بكوباية ليمون، أدعمها بأي حاجة، أقولها يا ماما يلا. تذكري فرحة النجاح، صرت كل يوم أدعمها، كل يوم كل يوم. لو تقولي والله أنت في توجيهي مش أنا يا ماما. أنا في ثاني ثانوي اخترت فرع الرياضة عشان يكون أنا قيادية في المجتمع، وأقدر أكون إلي يعني مكانة في المجتمع وأقدر أدير نفسي. أنا بدي أكون باحثة اجتماعية عشان أحس بالناس وأساعدهم في وضعهم الاجتماعي. بحب أرسم، يعني بفرغ طاقتي، بتريح لما أرسم. استفدت من المشروع. أول ما بعتولي قالوا لي تعالي خذي الكفال، سجدت على الأرض على طول، حمد وشكر لرب العالمين. بشكر كل من قام على هذا المشروع، واشكر الإغاثة الإسلامية شكرا جزيلا، يعني واجعلوا في ميزان حسناتهم وربنا يتقبل منهم يا رب.